صغير هنا عيد ميلاد توتة سعيد، نحنا من حلها العيد. شو مين أنتو؟ أنا بنت خالتك، أنا الزلحفة اللي سابقتيها، أنا المخرج. خدعك، وأنتي ما تعرفيني، أنا الزئب من قصة ليلى وذئب، وأنا بنت خالتك المصرية. يا جماعة إذا أنتم ما بتعرفوا هدول الناس، اتفرجوا تحت بالفيديوهات وتلاقوا كل الفيديوهات، حتى بنت خالتي المصرية أنا أكثر وحدة بحبها. شكرا. شو عيد ميلادي؟ أيوة. أوه حلو 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 حلو. مرحبا دودة، عيد ميلاد سعيد. زي حالك كيفكن؟ لا 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 لا، حلو كتير حلو كتير حلو كتير. ماشي، انا فتحت هداياكم، شفتهم بالارض ام فتحتهم بدون ما حدا يشوفني؟ اي أيوة. وانت هداياكم يا غمدي عيونك بتلاقيهم قدامك. ايش هالمسحات الغريبه؟ ماشي يلا. ها عيد ميلاد توتة ساي، هذا احوى احلى عيد. بدي افتحهم. اولا هي هديه ليلى. افتحها اول شيء. تيتا، اوه على شكل كيكة العلبة. واو سنجاب حيواني المفضل. بس بصراحة هاي لعبة كتير حلوة، هيك روبوت. يبا يبا يبا، هذا مو سنجاب حقيقي، بس يلا نمرقها. حلو كتير. عيد ميلاد توتة سعيد، هذا هو احلى عيد. عيد ميلاد سعيد.